إلى ذلك شدد محافظ صلاح الدين الدكتور مهندس عمار جبر خليل على ضرورة إبعاد الأهواء عن العمل المؤسساتي، كون أن خدمة المواطن هي أولوية في العمل اليومي، لهذا لا بد من الفصل بين العمل والعلاقات الاجتماعية. الدائرة تتأخر في تنفيذ ما مطلوب منها، يتحمل رئيس الدائرة هذا الموضوع، لا موظف حسابات لي علاقة به ولا موظف إدارة لي علاقة به، أنا شغلتي ويا المدير. اليوم أنا إذا أريد أشتغل على الأهواء فراح تمنعني من أنه أتخذ قرارات كثيرة، لأن هذا صديقي وهذا يأثرون علي وهذا ابن عمي. زين أوكي، صديقي ماشي مدير دائرة مو زين، هو صديقي وقرايبي زين، شنو ذنب المواطن؟ شنو يتحمل علاقة المحافظ بمدير الدائرة زين هو يجي يدفع الثمن؟ على أي أساس؟ لازم نفصل بين العمل والعلاقات الاجتماعية. التغييرات اللي تصير بالمحافظة يعني هي بدأت تغييرات ولن تتوقف، راح تستمر إلى أنه كل يعني يطبق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب. أنا فقدت أصدقاء، فقدت قرايب، وسأفقد المزيد، لأن ما راح أجامل على حساب المواطن في أنه أجيب شخص مناسب في مكان مناسب، لأنه إحنا هسه مشكلتنا هي في الإدارة، في سوء الإدارة والفساد الموجود، هي هذه مشكلتنا الرئيسية.